الابن الشاطر اللي هيعرف بيت الشعر ده هو. يعني احنا في العام الهجري الكام؟ العام الهجري الكام؟ معرفش. انت مش في ثالثه ثانوي؟ ايوه. مش بيتكتب فوق؟ لا 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 بص فوق. طب بتبص في ايه؟ بنام. 43 تقريبا حاجه زي كده. كام؟ حياتي نفسك كام سنه قدام؟ مش عارف اعيش ال 43. طب كام طيب؟ طب هو يعني قولي لي التاريخ على بعض يعني حتى لو غلط. ربو امي فاكس يا جماعه فاكس بجد الجو ده. طب حابب فيكم اكلمها بقى بلاش انا كمان. 1423 تقريبا. انا باين علي ان انا شخص اجنبي. باين علي ان انا مصري عادي. احنا في العام الهجري كام؟ ايه؟ في العام الهجري كام؟ في الايه؟ العام الهجري كام؟ لا معرفش. 1940 تقريبا مش عارف. نطها؟ محدش نطها. لا اي حاجه بقى. سلام. طيب عايش. لا يعني لا احنا مش 1900 دي خالص. يعني ده حتى ولا اي حاجه. كام يعني؟ معرفش. انا كام؟ انا تانية ثانوي. طب ثواني انت دلوقتي قعدت في الفصل بتاعك المفروض بيتكتب على السبوره فوق هجري وميلادي. لا ما انا باخدش عربي اصلا. ايه؟ ما باخدش عربي. اي جي اي جي. ماشي حتى ولو ما في بتاخدش عربي خالص؟ لا. مغفور لك. مغفور. دارس عربي؟ اه اكيد. طيب احنا في العام الهجري كام؟ واللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. العام الهجري كام؟ الجديد. ها؟ ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ 1438. الف مبروك يا حاج. حضرتك الوحيد الحمد لله لحد دلوقتي اللي عرفت. واعي عشان واعي يعني. طب معروف كل سنه طيبين. لازم طبعا نعرف هجره الرسول صلى الله عليه وسلم والعام المحدد ليها طبعا ولازم نحتفل بيها. واضح ان انت بتصلي وثبت الصلاه موجوده فهتجاوب على سؤالي اكيد. احنا في العام الهجري كام؟ مش عارف الصراحه. مش عارف. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي اقف. بتقول لي اقف بعد 14 سنه خدمه في ثانوي. بتقول لي اقف. اكيد يعني العام الهجري اللي هو 100 مثلا. عدينا ال 100 صح؟ اكيد. انا ما اعرفش. تقلش صح؟ ولا قال ايه؟ قال ايه؟ ما انتوا قاعدين وسامعين. انت قلت خرنج؟ انت بتعرف ابو الليف؟ هو انا عشان تواضعت معاكم وبديكم امثله من الحياه الزفت اللي احنا عايشينها اليومين دول تقوم تعرف لي ابو الليف؟ عظيم بيعمل لك ام لايفك يا اللي بتدفع لابو الليف وبتعرف لابو الليف. لا 1437 بجد؟ برافو عليك والله. طب احنا داخلين في العام الهجري الكام الجديد بقى؟ ما ده جديد والله. مفيش فايده. اقعد. سنه كام هجريه؟ طب هو مين اللي بيسال هنا؟ انا ممكن اجاوب يا استاذ. محدش هيجاوب. ايه ليه كده يا كابتن؟ متعصب ليه كده؟ ده احنا بنستعد عشان ندخل المسابقه. لا مسابقه ولا بتاع. مفيش حد الدور هيتعلم. العام الهجري الكام؟ السؤال صعب جدا. ال 15 1438. احنا السنه دي دلوقتي 1437. برافو عليك. احنا في العام الهجري كام؟ مين اللي قتل الله يرحمه علي به الكبير؟ مين؟ ما انت يا مين اللي قتله؟ والله ما انا يا استاذ ولا سنه متضايقين.